واش انا فامي معاكم اسامي في الشيخ ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم. غبرنا بزاف انا فامي. مهم كيف قريتو في العنوان الكلبه ديالك كانت غتموت، انا كنت غنموت صاحبي ترس في رجليه. دونك هادشي كامل طرف هاد الشهر اللي فات. ميمكنش انا فامي فهمتو، نقدر نقول لكم اكفس شهر دوزت حياتي هو هذا اللي داز، ولكن الحمد لله يعني ما كنبش عليكم، استمتعنا بلي زافونتاج ديالو واستمتعنا حتى بلي زانكونفينيو. دونك لا فامي، قبل ما نبدا الفيديو كنقول شكرا بزاف لناني سيرفيس اللي اعتق ليا الكلبه ديالي كانت غتموت. لا فامي كيف كتشوفوا واحد الضربه، الضربات ماشي الضربات، الصمته كانت مزايره عليها والوالده ما عارفاش، بقات دير عليها الصنطه وبقات هي مربوطه والكلبه كلاشه ديال بصح. بالنسبه ليا انا حتى انا كليتها لا فامي بزاف في رجليا. فوالا نوريكم دابا رجليا راه برات كيف كتشوفوا هنايا، شوف رجليا كيفاش ولات هنايا. الدري صاحبي اللي كان معايا في اكادير اللي جا هو بموطور بجي اس تشارس من رجليك، دعيو مع لا فامي بالشفاء ان شاء الله يتشافى ويرجع لخدمته ويرجع لحياته الطبيعيه. دونك اللي بغيت نقول لكم ردوا البال على فامي، الناس سيرتو الناس ديال الماطر ردوا البال، يعني الطريق ما سهلاش، الموطور ما سهلش، الضربه ديالو صعيبه بزاف، انا حسيت بها الصراحه. وتخيلوا معايا شهر كامل انا مريح، مشيت لاكادير غير باش ندوز غير سيمانه، صدقت في شهر على فامي، يعني ما هادشي ما توقعتوش، خليت الدار، خليت الكلاب، خليت بزاف ديال الحوايج المهمة يعني في حياتي اللي ما كنتش كنتوقع، وما قدرتش انني نجي، يعني رجلي ضراني ما يمكنش نشد طريق وغتخلي الموطور تماك واش غنجي في كار واش غندير، يعني ترونت الحمد لله ونقصتها. دابا على فامي غادي نرجعو لحياتنا الطبيعية، غنرجعو للخدمة، غنرجعو لونطخينمون. بالنسبة للدراري لي جون، هادي هي الفرصة عندك باش تبدا لونطخينمون مع اون باراليل مع القراية ديالك. وتعمر الوقت ديالك، ما يكونش عندك واحد الوقت ديال الفراغ، هادشي كنت كنديرو انايا من القراية، وهاد السيستيم هذا نفعني بزاف. فوالا، بما اننا غادي نرجعو لحياتنا لونطخينمون، مشيت البارح خديت باك ديالي من عند جينز كورنر. جينز كورنر هي واحد الشركة ديال المكملات الغذائية، من احسن الشركات اللي كاينين في المغرب، وعندهم سلعة زوينة بزاف، هي اللي كنخدم بها انا لافامي. فوالا نبارطاجي معكم الباك اللي خديت. خديت هاد اير كارنيتين الدراري، اير كارنيتين كيعجبني بزاف، كيديكاجي الماء وكيبغي لاكغيس، كيعطي لينيرجي، كيترونسفورمي لاكغيس لسورس ديال الانيرجي وسط لونطخينمون، دونك كيعاون بزاف، كيخليك ساشي شوية. عندي ميتي فيتامين، ميتي فيتامين راه باين فهمتو، فيه كاع الفيتامينات اللي كيحتاج الكور والمينيرز. وعندي هنا فيتامين سي، هاد فيتامين سي كنحتاجو انا، كتحتاج الوالدة، كتحتاجو اكرام جنيتي، يعني كلش كياخد منو. عندي هنا بري ورك اوت، في بلاصه ما ناخذ قهوه كناخذ البري ورك اوت، فيه ارجينين، فيه كلشي كاع داكشي اللي غتحتاج باش تمشي موتيفي لونطريمون، كيدير كاد مورال زوين هو الصراحه، غير هو ما تروش منو. هاد هورس باور زوين بزاف، وفيه واحد النكهه بحال ديال الحلبه والمرسنا، دونك تجربوه وردوا ليا. ومن احسن الاواي اللي كاينه في المغرب بريميوم واي عند جينز كورنر ديال وايدر. هذا الدراري لاوي فيه بروتين، كينفع وكيعاونك انك تكمل الاحتياج ديالك من البروتين في النهار ديالك، بلاص ما تبقى تاخذ الدجاج بزاف. جوج ديال لي سكوب تقريبا 60 غرام ديال البروتين، ماشي 60 غرام، تقريبا واحد 50، نقولوا بحال هكا 55 غرام ديال البروتين في دو سكوب، دونك راه غتعاونك بزاف، غتخليك انك تكون قربتي لداكشي اللي كتحتاج، يعني كيبقى لك والو، غيبقى لك غير واحد 100 غرام بحال هكاك ديال البروتين، ولا على حساب الطول ديالك وعلى حساب الوزن ديالك. وشنو اخر من احسن لي جينر بالنسبه لي انا لافامي، صراحه انا كنستعمل لي جينر بالنسبه للناس اللي مغيفهمش، جينر هو مكمل غذائي ديال الضخامه. بالنسبه لي انا طويل في 1.90 متر، يعني في الماكله كعندي تقريبا واحد 4000 كالوري 4500 كالوري كتجيني قاصح ندخلها غير من الماكله. كنعاون بجينر سوا ميغا ماس 4000، ودابا غادي ناخذ ماس جوس حيت دابا هذا البرد، يعني صافي قال لك الصيف ضيف وشي مولا تخيمه، دونك دابا لا فامي فهمت الشتا، دابا لا ماس، دابا غادي نهز واحد الكتله عضليه غنتكونسونطرا في لونطخينمون ان شاء الله. وهذا مكان لا فامي، يلا دوزو معايا النار، غتكون فيه حتى لونطخينمون في العشيه، وصافي مشينا لا فامي مشينا.